السلام عليك يا شيخ. بالنسبة للمسافر، متى تبدأ أحكام السفر ومتى تنتهي؟ تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من البلد، وتنتهي إذا دخل البلد. يعني مثلا هنا إذا سافر الإنسان من عنيزة، بمجرد ما يخرج من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر. وعلى هذا فإذا كان يمشي بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار. طيب بالنسبة للصلوات أو السنن التي لا تفعل في السفر، الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر، سنة المغرب، وسنة العشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل تصلى في السفر.